السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاعر حب ومشاعر سلام أبعثها لأرواحكم أينما كنتم في هذه الأرض عبر هذه الحلقة. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناتي فالمرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن إتقان فن الصمت والهدوء حتى تصبح أكثر تأثيراً وغموضاً عند الآخرين، فتابعوا معي. مع انشغالاتنا اليومية المتتالية والمهمات والواجبات التي يلزمنا أداؤها قد نفتقد إلى الصمت، رغم أننا نحتاج إليه كي نعيد توازننا ونعيد النظر في بعض الأمور أو التفكير في أشياء جديدة وأيضاً لاستقبال الإلهام، إلا أن القليل من الناس يدركون أهمية الصمت. فحتى عندما يلتقي الناس في الأماكن العامة لا يعطون أنفسهم أي فرصة للصمت، فتجد شخصاً يسأل الآخر كم الساعة أو يتحدث معه عن تغير الجو أو عن أي شيء، المهم أن يكسر الصمت. وللصمت فوائد كثيرة، منها وأهمها أنه يساهم في توثيق علاقتنا بأنفسنا وتعزيز الارتباط مع ذواتنا، فنصبح على اتصال أوضح مع أرواحنا ومع المحيطين بنا ومع الكون بأكمله. فإذا أردت أن تتعلم وتتقن فن الصمت تفضل معي بإكمال هذه الحلقة التي وربما ستغير من حياتك، حيث سأعطيكم بعض الخطوات البسيطة التي ستساعدكم على إتقان فن الصمت والهدوء. نبدأ بالخطوة الأولى وهي ابدأ بكسر عادات الضجيج من حولك. والمقصود بهذه الخطوة هي أن تتخلص بالتدريج من الضجيج اليومي الذي تعودت عليه، كالاستماع للراديو أثناء قيادة سيارتك أو وضع سماعات موسيقى أثناء ممارسة الرياضة أو المشي. فلا بأس أن تجرب الصمت وأنت تقود سيارتك أو أثناء ركضك أو حتى عندما تنتظر دورك في مكان ما وسط الناس. حاول أن تستمتع بهذا الصمت بدل الانشغال بهاتفك أو بالحديث مع أحد المحيطين بك، فقط أصمت وانظر حولك. الخطوة الثانية، تصالح مع الصمت تدريجيا. فقد تجد بعض الناس حولك قد تأقلموا مع الصمت، بينما البعض الآخر لا يستطيع أن يبقى صامتا مدة 10 دقائق خوفا من أن تداهمه الأفكار السلبية أو الذكريات الموجعة، أو قد يكون أيضا من طبيعتهم الرافضة للصمت. فإذا كنت من هذه الفئة التي بطبيعتها ترفض الصمت، فعليك بالتركيز على التنفس العميق والتأمل في كل ما يحيط بك وكل ما يصل إلى سمعك، من حفيف شجر أو صوت العصافير أو صوت مطر أو ريح. ابدأ تدريجيا ولو ب5 دقائق يوميا، ثم ارفع المدة حسب ما تراه مناسبا لك دون أن تضغط على نفسك. فالمطلوب هو أن تجد استمتاعا وهدوءا داخليا بهذا الصمت. وإذا وجدت صعوبة في البداية مع الصمت بدون حركة، فيمكنك ممارسة المشي أو الركض أو أي نشاط آخر تستمتع به مع الصمت. الخطوة الثالثة وهي عود نفسك على الاستماع إلى الآخرين. فإذا كنت من أولئك الذين لا يحسنون الاستماع للآخرين ولا يصغون لحديثهم باهتمام ويقاطعونهم بتدخلاتهم، فابدأ أولا بمحاولة ضبط نفسك ومنح اهتمامك للمتحدث والتزام الصمت أثناء كلامه. ومن بين الطرق الناجحة للوصول لنتيجة سريعة هو أن تطرح أسئلة على المتحدث
وبهذا ستجد نفسك تلقائياً تنصت لأجوبته باهتمام وصمت دون مداخلة منك. الخطوة الرابعة والأخيرة، وهي حدد وقتاً لصمتك وابتعد عن المشتتات. فغالباً كلنا عندما ندخل البيت بعد يوم من العمل نشغل التلفاز، ليس لأننا نريد مشاهدة فيلم أو برنامج، بل فقط لمجرد سماع صوت في البيت والاستئناس به. فلماذا لا تختار هذا الوقت بالذات لممارسة الصمت؟ ببساطة، قرر ألا تشغل التلفاز واستمتع بالصمت من حولك. وكذلك قبل ذهابك للنوم، اجعل آخر ما تفعله هو التأمل والتفكر والاستغفار والامتنان العميق لله تعالى في صمت. وكذلك حتى عندما تكون خارج بيتك، أخلق لنفسك عادات هادئة تجعلك تركز في صمت على أي موضوع أو أي هدف تريد، أو أن تراجع نفسك أو أن تراجع مواقفك وأفكارك. فإذا طبقت كل هذه الخطوات البسيطة جداً مع المداومة عليها، فصدقني ستتعرف على ذاتك أكثر، وستكتشف قدراتك الخفية وشغفك الحقيقي في هذه الحياة، وسترى الأمور بطريقة أخرى أعمق بعيداً عن ضجيج الكلام. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.